بالعودة لكيف يحيي الجزائريين مناسبة عيد الحب، موفد التلفزيون نهار هاجر بوعلي ترصد لنا الأجواء من بن عكنون بأحد المحلات المختصة في بيع الزهور. أهلا بك هاجر. مساء الخير عقيلة، مساء الخير مشاهدينا. اليوم النقل المباشر تاعنا راح يكون خاص نوعا ما. اليوم هو 14 فبراير الموافق للحب اللي يحتفلوا به الجزائريين. رايحين في النقل المباشر تاعنا نشوفوا الجزائريين كيفاش يحتفلوا بهذا عيد الحب، ونشوفوا ايضا اصحاب محلات الزهور هل عندهم يعني تحضيرات خاصه بهذا اليوم. قربوا من احد الزبائن في الشارع معاه. السلام عليكم. سلام، واش جيت تشري اليوم سيدي؟ نشري كادو للمرأة تاعي، كادو تاع سافالونتان باش نقدم لها جوي سافالون اونلاين. واش شريت لها؟ شريت لها بوكي تاع الورد، هاك تشوفي شريت لها بوكي تاع الورد. واش تقول لها لمرتك؟ واش نقول لها؟ نقول لها جوي سافالونتان وان شاء الله كل عام تكون بخير وعلى خير، وربي يحفظها ويحفظها لولادها ويحفظها لي. كل عام تجي تشري لها انت لمرتك في عيد الحب؟ بيان سور كل عام نجي نشري لها، كل ما نشري لها شريها لمن رايح نشري. واش تقولنا يعني على الجزائريين ماشي كامل يحتفلوا بعيد الحب؟ واحد صافا فاصون كيفاش يحتفل، وكل واحد كي على حسب لي موين تاعو، وكل واحد كاين اللي يحسبها شغل حرام وكدانا، وكاين اللي يحرق على جالها حرام عليه هنايا وفلوروب ماشي حرام عليه يحقد منها باش راح يديرها فلوروب. كل واحد كيفاش او شايف هاد الدنيا، فهمتي؟ واش تقول لمرتك يعني واش تقولها؟ نقولها جوي سافالونتان وكل عام ان شاء الله تكوني بخير وعلى خير، وهذا هو ان شاء الله. شكرا لك سيدي. نتقربوا ايضا عقيله من صاحب محل هذه الازهار ونسالوه يعني هل هناك تحضيرات خاصه بهذا اليوم، الازهار الاكثر يعني اللي تمشي له بزاف في هذا اليوم. صباح الخير سيدي. اهلا وشاكم، لاباس؟ الحمد لله. قلنا يعني هل عندكم تحضيرات خاصه بهذا اليوم؟ شويه عندنا دي كوموند برك، هذا ما كان عندكم يعني طلبيات من نوع خاص؟ بيان سور عندنا. وقلنا احنا وي عندنا بيان سور عندنا. وما هي الورود يعني الاكثر اللي تتباع لك بزاف هذا اليوم؟ الحمراء والبيضاء. علاش الحمراء سبيسيالمون؟ الحمراء عندها سينيفيكاسيون على بالك، والاخرى البيضه تاع لهنا تاع. والزبائن تاعكم يعني السن تاع الزبائن كيفاش يكون؟ كاين دي جون، كاين لي فيي هاكي تعرفي كيفاش. وشكون الفئه الاكثر يعني شراء للازهار، نساء او رجال؟ الله في زوج، كاين سكي رجال. الله كاين سكي رجال، كاين سكي رجال يجوا يشرو. ولا الاسعار تاع الازهار يعني هل الاسعار تاعها كيما كل يوم ولا في هذا اليوم تكون كيف تاع الامبورطاسيون؟ سورتو هذايا تاع الامبورطاسيون ما عندناش دوكا تاع الجزائر. ما تتبدلش الاسعار يعني بمناسبه عيد الحب تزيد الاسعار تاع الازهار؟ كيف عندها 3 مو هي كيف باسكو سي دو لامبورطاسيون. هذا ما كان. وشحال الورده؟ 200 دينار. 200 دينار كامل بري، كامل سعر واحد؟ كامل سعر واحد. يا هاد الورد يا كامل. ولا البوكي كيما اللي داه السيد لمرته شحال هذا؟ 2000 دينار هذا. 2000 دينار. ولا الازهار هذه يعني هل كلها محليه ولا؟ لا راني قلت لك تاع الجزائر 80% هذا الوقت تاع لامبورطاسيون. شكرا لك سيدي. نتقربوا ايضا ربما من زبون اخر جاي يشري في المحل هذا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. جيت تشري اليوم؟ جيت نشري الوردة ليما. وش من وردة حديرها ليما؟ الحمراء وردة. علاش سبيسيالمون الحمراء؟ نحبها على العام ماشي غير اليوم برك. تحبي ماك دائما ولا دائما تشري لها وردة ولا غير اليوم؟ دائما ماشي غير اليوم. كل عام تتفكر الأم تاعها؟ عندها كادو. كل سمانة تشري لها كادو؟ كل سمانة نشري لها كادو أنا، كل شهر كل سمانة ماشي غير اليوم 14 فيفري. يوم 14 فيفري. 14 فيفري وأنا نقول. واش تقولها ليماك والمشاهدين تاعنا ما يشوفوك؟ واش نقولها؟ نقولها نحبها وربي يخليها لي ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك سيدي. نعم اذا عقيله كنا معكم مباشره من محل بيع الورود بالعاصمه ببن عكنون. نقلنا لكم مباشره اجواء الجزائريين اللي يحتفلوا بعيد الحب، كل واحد بطريقته، كل واحد بهديته. نعم. ولو يعني الازهار هذه راهي بكل الالوان والاشكال. عوده اليك يا نعم هاجر. فريال تطالب بك بانك تهديها ورده بيضاء، وانا كذلك فيما بعد هاجر. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. إلى الأخبار الأمازيغية الآن.